يلا خلونا نشوف هذا البيت شكله مرعب. مو بهذاك البيت اللي تسمعون. بالضبط اليوم بنلعب سلندر مان. على كل المقاطع اللي شفتها اليوتيوب لليوتيوبرز وان سلندر مان لعبة تخوف وزي كذا، انا الى الان انا ما اقتنعت انها لعبة تخوف، فانا قلت بجربها بنفسي. الصراحة ما اشوف فيها اي رعب سلندر مان. انا ما ادري هل بتحسف على هذا الهياط لاني انا يعني ما اول مرة العبها، ولا ماني متحسف على هذا الهياط لاني جالس اشوف انه مو مثل العاب الرعب كلها تمشي تجمع وراي. فانا قلت خلوني اشوف هالتجربة هذه بنفسي، يعني هل الناس تبالغ في لعبة سلندر مان ولا من جد هي تخوف؟ قاعد اشوف حاط لك اصوات في الخلفية يعني المفروض يخوفك الحين. اوكي خلونا نبدا. انا اتحدى سلندر مان ذا. ستارت جيم، خلاص ستارت. وش هذا؟ بدأت اللعبة الحين. في سيارة وظلام. حلو بدينا. الله سلندر، أول مرة ألعبها يا عيال. يقولك عشان التو ما أدري إيش تسوي. التو التو عشان أركض. لا ما أحتاج أركض، أقول لكم اللعبة ما تخوف والله العظيم. استغفر الله يعني ما أدري. مديني أطفي الكاميرا ولا لا؟ ترى ما أدري هذه ما عندي أي معلومة. R1 طيب الـ1 الـ2 إكس. حلو ضغطت كل الأزرار. إن شاء الله جرافكس يعني جرافكس جميل الصراحة. أوه في سور. شكلي لقيت بيت من البداية. والله يا عيال ما ادري انا ما اقتنعت. لا يمديني ازوم. لا ما يمديني ازوم. اوكي شفت السور؟ والله يمديني اروح معه. الى الان صبح. ايش ذا؟ اخلص يا الليل تعال. بشوف هل انا برتاع ولا لا. اي صح ادور ورق مهمتي. كم طيب ورقه؟ 8 و6. والله ما ادري ترى. اذكر قد شفت نسخ لسلندر كان 6 اوراق. يعني اللي تابعتهم في اليوتيوب وزي كذا من اليوتيوبرز. بس هل هو 6 او 8؟ من وين ادخل الحين؟ هذا صار سور الصين العظيم ما انتهى لين الحين. من هنا من النهايه. اوكي بس كيف امشي؟ طيب البيت اللي قبل شوي او السور هذا كان ودي اني انط يعني اشوف ايش وراه. في سور ثاني. اوكي توني انتبه. هذا عاد قصير ما يمديك تنط معه. بيت وعليه نفس السور اللي كان على اللي قبل شوي. بدا يجي الليل. حلو طيب من وين اجي؟ من هنا. هذا ينفتح؟ ما ينفتح ذا. ايش في حلقه ينشف يا عيال؟ ايش مكتوب؟ للبيع. بس لاحظتوا يوم بديت اقرب من البيت جاء الليل شكله مو مناوينه زي كذا. حاطين رقم طيب نتواصل معه؟ لا والله حلو البيت هذا شكله بيت سلندر. الحين بدخل اللي هو قدامي بيصفقني. للبيع وفي سياره. وين ما صرت اشوف انا ايش فيه؟ ظلام مره. اوكي الله على البيت. اصلا مين بيشتريه؟ تخيل ساكن وجنبك سلندر مان، في حاره سلندر مان ساكن. سلامات يا ابوي. انت متى بتجي الحين؟ هو المفروض يجي اذا جمعت اوراق، بس انا ما لقيت الحين ولا ورقه. ولا انا محمل سلندر غير؟ يعني هذا الخبره انا المفروض اللي في بالي ان سلندر جمع اوراق بعدين يجيك. قبل شوي ضغطت زر وقال لي ما معك كشاف. هل في كشاف يعني في اللعبه؟ انا اذكر كان في ريموت او تليفون. كشاف هذا هو. حلو يا شيخ من اول. هنا وش مكتوب؟ تليفون. اتوقع ان التليفون ذا لازم له سلك او شيء. اوكي اشوانك اعطيتني نور لاني ما كنت اشوفه ابدا من هذولي المرحومين. رسمات يا عمي ما اشوف شيء، ما اشوف الا الدائره. ايش فيه؟ اتوقع انه كذا سلندر فهمتوا يعني يخليك ما تشوف حولك، فهذا هو الشيء اللي يعني يخوفك في اللعبه. ولا انا الوحش، انا هذا الوحش هذا كذا الطويل انا ما اقتنعت فيه. خلونا نطلع سلندر برا. ما جاء شيء. افتح الطاقه بس. هذه خلها مفتوحه للنحشه فهمت؟ خلاص انا اول ما انحاش السيب بعدين يمين. وش ذا؟ في شيء ينور. مفتاح. قبل شوي في باب قال لي لازم كي. هل المفتاح؟ المفتاح لهذه الغرفه. صح ايه صح الغرفه. بعد افتح هذه عشان النحشه فهمتوا. مير برا البيت انور. لو اطلع في الغابه. الله هذا شكله غرفه سلندر. خلينا ندخل نصك الباب اجل عشان نركز في الموضوع. كان يو سي ات؟ وش سيت مين؟ اسكيب انحاش. انقلع بس. نحاش منك انت ترجولك ذي. والله ما نحاش منه والله العظيم. الاندر مان يخوف اكثر منه اللي في ماينكرافت. تعال وينك؟ حاول استكشف. اما اذا مو بكل البيبان يفتحها. اوكي يلا مع السلامه. الصراحه بيت سلندر كان جميل بس انا ما لقيت ورقه. انا خاف البيت فيه ورقه. شوف هنا دائما هذه الاشياء يجي وراها اوراق في سلندر. خلونا نشوف. ما يمديك تجي من هنا ولا من هنا اكيد. يا سلندر تعال ابغى اقابلك بس بتفاهم معه يعني. بس هناك في باب ولا ينفتح الباب. مالي الا هذا البيت اللي قبل شوي دخلته هنا. طيب ارجع للبيت يعني. ورقه. لا مو ورقه. ايش مكتوب؟ ميسنج ما ادري وش هو.
هذا يقول لك البزر ذا مفقود، يقول لك هل شفت هذا الورع يعني من قبل؟ اوكي لا والله ما شفت. انا جاي من هنا فاكيد بدور لي طريق ثاني، يعني بحاول استكشف اكثر، فبروح من هنا برضو مسكر هذا اللي من هنا. لا حول ولا قوه الا بالله، مالي الا البيت. ما رحت من ورا البيت، يعني ما رحت له من ورا، يمكن ورا السور، فهمتوا اللي يجين؟ شفتوا I remember playing on this مدروشو. وش انت كنت عايش هنا؟ يقول لك يوم كنا بزارين يعني كنا نجي نلعب هنا. اقول عاد حتى هنا ما رقم ثلاثة. ان شاء الله ان شاء الله اقراها كاملة ان شاء الله. غريبة ما فيها اوراق، بيطلع البيت الحين ما فيها اوراق. ترى ما عندي خبرة انا في سلندر يعني كثير. طريق ثاني انا اقول لكم من ورا، منك اروح ولا مو بلازم؟ حلو بدي نسوي زي كذا عشان اشوف يعني البعيد. طيب اوكي هذا طريق ثاني الحين يعتبر. سمعون اكس اشتغل المفروض الحين هو اللي والله اشتغل النور. طيب ايش فايده النور ذا الحين؟ طفى النور. واو سلندر ما يبغى يطلع الى الان، سلندر خواف ولا يبغى يواجهني، طبيعي يعني. ابعطيك 5 دقائق زياده او 6 دقائق زي كذا اذا لو ما طلعت لي، معليش فانت خواف الصراحه. والله ما فهمت ولا شيء يا عيال، انا داخل ادور سلندر اصلا وين الحين ما جاء. اوكي في تكمل الطريق. لقيت ما تسمونه محول او شيء ثاني، اتوقع احنا نقدر نستفيد منه هذا. اوكي اقول الصص بس حمام قلاد الغراب شغلته الا اشتغل النور. دقيقه سلكك وين يوصل؟ وين دقيقه. يوصل لين هناك. يلا نمشي يلا بسم الله. عاد امشي وشغل الانوار في القريه، ما ادري المدينه الغابه وش قريه يعني. الى الان سلندر ما يبي يطلع، الى الان سلندر والله انه خواف اقسم بالله. وصلنا لنهايه السلك، شو استفدنا؟ وش ذا الحين؟ حسبني بطيح ولا شيء. حلو محول ثاني لقينا. بيت جديد حلو، يمكن نلقى شيء جوا، سلندر مثلا يطلع ويسترجل ويترك عنا حركات الخوافين. تعال شغل ذا. حلو اشتغل النور اللي هناك. طيب ايش فايده النور يعني؟ ايش فايده اني اشغل هذه الانوار ليه؟ يعني اشوف وش في ذا البيت. يلا خلونا نشوف هذا البيت، شكله مرعب. مو بهذاك البيت اللي تسمعون سلندر شكله السرجل اخيرا. تعالي حلو هذا البيت والله ما يطمن. اصبر قبل ما ادخله ابي اكشف من وين النحشه قبل. شوف الذكاء عشان انحاش. اوكي احنا نهايط على سلندر. وش ذا؟ اوكي احنا نهايط على سلندر بس يعني نبغى نعرف من وين ننحاش. في باب من ورا، في تلفزيون. السلام عليكم، هل انت هنا يا سلندر مان؟ اكيد انك ساكن هنا يعني لان هذا البيت يطابق المواصفات. سلندر والله لا في لا سلندر ولا غير سلندر. يا وصلت الباب الثاني اللي قبل شوي. وش ذا البيت فاضي؟ وش في امه سلندر مان ما يبي يجي يا عيال؟ طيب لين متى بجلس الف في الماب؟ لي يمكن نص ساعة الحين الف ولا قابلت سلندر مان ولا استرجلي في دور ثاني. حلو مديني ارقى يعني. اوكي خلونا نروح. والله للاسف بيت ما له فايدة ابدا، حتى ما في درج يا عيال. اوكي مع السلامة. الى الان سلندر مان ما يبغى يسترجل ويطلع، هو المفروض يطلع يعني انا. طيب خلونا نشتغل على هذه المحولات اكثر. دقيقة انت السلك وين يوصل؟ عشان نمشي لين نهايته. حلو قدام بعدين يمين تقريبا. اوكي يلا. ما في اي محول هنا برضو. طب انا شو اسوي في هذا الماب يعني؟ يا اخي المشكله اني انا داخل بس ابي استهبل على سلندر، ولا عندي خبره اصلا في اللعبه يعني مره، داخل ابي اواجه سلندر. للاسف سلندر خواف ولا يقدر يجي يواجهني. اكتبوا لي لو تعرفون اشياء كيف اطلع سلندر، وش اسوي؟ هل في اشياء اسويها عشان اخلي سلندر يطلع قدامي واتفاهم معه مباشره؟ انا ابي سلندر ذا. ابى اسوي حلقه ثانيه عن سلندر مان، بس اكتبوا لي وش اسوي انا؟ هل الحين ادور اوراق ولا انه في خطوه ثانيه؟ اكتبوا لي يعني. شوفوني انا في المنطقه هذه، لو تعرف شيء اكتب لي، كيف اطلع سلندر؟ ابغى اواجهه، فهمت؟ الى الان هو في الحلقه الاولى جبان ولا اقدر يواجهني، وانا جالس اشغل المحولات ولا اقدر يتكلم هو، فانا جلاد سلندر الى الان. موعدنا في الحلقه الثانيه، خلينا نشوف هل بيقدر يجلدني ولا انا بجلده، عاد على حسب. انا اوجه رساله سلندر مان الحلقه الجايه الموعد، ان شاء الله راح اقابلك في الحلقه الجايه. Yeah. Cause he was good. He didn't love it.